لكن صار حديث في الفترة الأخيرة على المستويات العلمية، طبعا هذا مو مستوى مملكة البحرين، على مستوى المنطقة، على مستوى العالم، مع وجود الدراسات اللي احنا قلنا تتسارع وتيرتها في الأيام الأخيرة على أساس معرفة أكثر معلومات عن المرض وكيفية علاجه. من الأدوية كثر عنها الحديث في الفترة الأخيرة اللي هو دواء الهيدروكسي كلوروكوين. طبعا هو دواء الهيدروكسي كلوروكوين للعلم، طبعا احنا استخدمناه سنين عديدة، هو ليس بدواء جديد، واستخدمناه لأكثر من نوع من الأمراض، نوع من الالتهابات اللي احنا نسميها الاوتو اميون ديزيزز اللي هي للمناعة، واستخدمناه حق أمراض الملاريا، ويستخدمونه المرضى وله أعراض جانبية. طبعا هو ما في أي دواء ممكن أحد يستخدمه، كل الأدوية في بطريقة عامة يكون لها أعراض جانبية، بس الأهم هو طريقة استخدام أي دواء. في الفترة الأخيرة كانت هذه الإصدارات العلمية كانت تتكلم عن المضاعفات الجانبية اللي لها علاقة باضطرابات ضربات القلب، اللي هي أكثر من دراسة ركزت عليها. واللي احنا شو اللي نقوله، مرض يعني هيدروكسيكلوروكوين لما نبديه لأي مريض، احنا في مملكة البحرين بالنسبة لبروتوكول علاجي عندنا نعمل تخطيط أساسي للقلب لكل مريض قبل البدء. إذا المريض عنده مرض في القلب أو عنده نوع من الاضطرابات في ضربات القلب، أو أنه عنده مرض مثل ارتفاع الضغط، أو ياخذ أدوية لها علاقة بضربات القلب، هذا ما نبدأ على العلاج. فعندنا تحذيرات احنا ناخذها لكل مريض، وطبعا من ضمن البروتوكول العلاجي نسوي تخطيط أساسي للقلب إذا شفنا في أي نوع من التغييرات بعد ما نبدأ العلاج، ما نبدأ له علاج الهيدروكسيكلوروكوين. الخطوة الثانية بعد علاج الهيدروكسيكلوروكوين، جميع المرضى في نفس اليوم نعيد تخطيط القلب، ويوم الثاني والثالث مدة اللي يكون فيها المريض على هذا العلاج احنا نتابعه على اساس نتأكد انه ما يكون فيه له مضاعفات جانبية او شيء من هذا القبيل. بالإضافة إذا قررنا احنا البروتوكول العلاجي اللي طبقناه في مملكة البحرين كنا نستخدمه طبعا في حالات معينة، وفي البروتوكول العلاجي الجديد اللي راح يطبق ان هذا يستخدم في حالات معينة اللي هي الحالات البسيطة جدا، لان فعاليته في الحالات المتأخرة وهذا لم تثبت. في الحالات البسيطة في حالات معينة اللي ممكن تثبت وممكن تقلل الأعراض للمرض أو من تطور هذا المرض، وبيكون في دراسة مستمرة لي، واللي احنا بدأنا بها من شهر فبراير من بدأنا استخدام الدواء في مملكة البحرين. وإلى اليوم مع المتابعة مع متابعة الجرعات، علما بأن الجرعات اللي أصدرت عليها أكثر التجارب واللي يعني ترجح أن فيه مضاعفات جانبية كانت جرعات أعلى من الجرعات اللي نستخدمها في مملكة البحرين. وإحنا بصفة مستمرة مثل ما تفضل دكتور مناف بمتابعة جميع المستجدات لتغييرها، بالإضافة إلى المشاركة في الدراسات الكلينيكية للتأكد بسلامة استخدام أي نوع من الأدوية، علما بقى يعني احنا نتكلم عن مرض الكوفيد ان ما في دواء خاص اليه، فجميع الادويه اللي تستخدم على مستوى العالم في جميع الدول هي ادويه تجريبيه مع ملاحظه الاعراض الجانبيه ومتابعتها من الطواقم الطبيه والمتخصصين في هذه الامراض.